مساء الخير عليكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم رؤى واحلام. ورجعنا بعد اجازه العيد ووحشتوني جدا جدا، وحشتيني يا دكتور مليكه ومنورانا. اهلا بك يا دينا واهلا بكل مشاهدينا، وكل سنه وانتم كلكم طيبين وسعداء يا رب. حلقتنا النهارده حلقه مواكبه العصر، يعني ناس كتير دلوقتي بتلجا لعمليات التجميل لتنسيق الجمال وكمان اعضاء جسمهم، وخاصه الانف والمناخير والشفايف، شفط الدهون، دي بقت الموضه دلوقتي. وبرده في ناس كتير برده مش بتبقى متاحه ليها عمليات التجميل، عشان كده بقى النهارده حبينا نشوف عمليات التجميل والميك اب في الاحلام تفسيره ايه، وده اللي هترد علينا فيه دكتور مليك. دكتور مليك، اول سؤال حابب اسال حضرتك فيه، عمليات التجميل بشكل عام بتكون خير ولا شر؟ لا دايما خير. وخسر بسم الله الرحمن الرحيم، عمليات الرؤى في الرؤيه التجميل غير الميك اب، علشان ما حدش بس يختلط مع الامور. تحديدا ان احنا بيبقى فيه تطورات هتحصل في حياتنا، هتغير مسار حياتنا تماما اكيد للافضل بامر الله تعالى، على حسب برضو. طب لو احنا عملنا عمليه تجميل طلع شكلي مش حلو، طبعا لا، بيكون المسار اتجاه صعب جدا جدا. شكل مش حلو يا دكتور ولا ممكن يكون تشويه؟ يعني مثلا يكون حد عامل المفروض حاجه تبقى شكلها كويس، لا يحصل بقى بالعكس تشويه، او تشويه للوجه او المكان. بصي انا بقول لك يعني ايه، انت عارفه بيبقى تغيير المسار للاسوء، بس بايده هو، يعني كل واحد بايده هو. يعني مثلا انا دلوقتي عملت عمليه تجميل في الرؤيه وطلع شكلي مش حلو، زيها زي الواقع، زي ما انا ساعدت لي دكتور تجميل وسوقت شكلي قوي قوي، فخلاص يبقى احنا كده بنعمل حاجه غلط، وممكن فعلا تضيع علينا حاجات كثيره جدا جميله في حياتنا. اما لو كانت بقى شكلها جميل واتغيرت للاحسن، يبقى احنا مقبلين على تغيير احوال للافضل اكيد بامر الله. دكتور مليكه، حضرتك لما بترجعي تفسري في الحلم، يعني مثلا تيجي مثلا تفسري يقول لك مثلا تجميل في مكان معين، عندك التجميل بتفسريه كله على اساس انه تجميل، ولا حضرتك بيكون التفسير هنا للمكان اللي حصل فيه التجميل، يعني الوجه في الجسم، ولا حضرتك بيكون التفسير ازاي؟ والله كلها رموز يا دينا، ممكن التجميل بيكون شامل خلاص، مفيش حاجه دقيقه جدا جدا معانا. اما لو كان الجزء ده يعني حاجه واضحه قوي في المنام، خلاص يبقى انا هاخد الجزء دوت اللي هو مثلا اي حاجه خاصه بمعالم الجسد نفسه، فانا هفسرها على حسب الجزء اللي اتغير. طيب طبعا عالم التجميل ده في الحقيقه كبير جدا، كمان بقى هنرجع في الاحلام، بس طبعا تليفوناتنا بدات معايا. ساره، ساره الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا ساره. ازيك يا دينا؟ ازي حضرتك يا دكتوره مليك؟ اهلا بيك يا ساره، الله يسلم عمرك. اهلا بحضرتك. دكتوره مليك، انا عندي احلام ممكن اقولهم بسرعه؟ اتفضلي. خير ان شاء الله. اتفضلي. دكتوره انا حلمت النهارده ان انا في مكان زي بنك، وكان في رئيس السيسي موجود زي ما يكون موظف بنك، ومن الشباك ناس كتير واقفه قدامه في الصاله، في صاله الانتظار. تمام. وبعدين انا رحت لقيت الناس بتمشي، بس انا مديت ايدي واداني كيسين شيبسي عائلي، ولما خدتهم منه طلعت بره المكان ده، فلقيت فيه زي ما يكون في سلام. اخدت من مين الشيبسي؟ من الرئيس السيسي. تمام. وبعدين طلعت بره لقيت فيه زي سلالم كده، ولقيت محمد مرسي طالع على السلالم دي. وبعدين دخل البنك من ورا، فجيت طلعت وراه ولقيت فيه زي ضابط واقف كده، فبقول له لو سمحت انا ممكن انادي على محمد مرسي؟ قال لي ادخلي ورانا تعالي. فاستغربت ان الضابط بيقول لي ادخلي. لما دخلت فقلت له لو سمحت. ساره، طيب حاولي تكلمينا تاني، حضرتك رموزي تكفيك التفسير؟ لا لا اطلاقا، لازم تكون الرموز شامله كامله. طيب معايا سهام. سهام الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا سهام. ممكن اكلم الدكتوره؟ دكتور مليكه معاكي. ماشي، لو سمحت انا حلمت الحلم ان انا في بنتي ماشيه معايا، وطالعين عماره في الدور الاخير. ماشيه معاكي، تمام. وطالعين عماره في الشقه في الدور الاخير، ظهرت معايا الدور الاخير بس مش ما ظهرتش معايا بعد كام دور، هي الدور الاخير وكده وخلاص. فالشركه الشقه دي فيها شركه، الواحد اسمه عبد الناصر. لقينا الشقه ودخلنا، اول ما دخلنا جيت حسيت الشقه سوبر لوكس، يعني حاجه فخمه. استني، انت بتقولي الشقه مشاركه ما بينك انت وحد في الرؤيه؟ نعم. الشقه مشاركه ما بينك انت وحد؟ لا. امال ايه؟
الشقه دي شركه. شركه انها شركه، حسيت ان شركة. تمام. الواحد اسمه عبد الناصر بس هو في الحقيقه اسمه عبد الملك وفي الشهره اسمه عبد الناصر. تمام. هي في الدور الاخير طلعنا، حسيت الشقه احنا داخلين كانها سوبر لوكس، حاجه فخمه. لمحت لون الشقه كانها لونها موف. تمام. دخلنا في الصاله لمحت يعني قابلت المكتب لونها بني. بعد كده رحنا دخلنا كده لقينا اوضه، ببص في الاوضه لقيت ترابيزه وفجاه شنطه السفر. شنطه السفر دي مليانه ملابس، فبقول ايه انا ده الشنطه دي شنطه السفر عبد الناصر وبيسافر بيها بتاعته. فبعد كده لقينا ولد من اوضه تاني اسمه محمود. تمام. طلع محمود بص كده وشافنا ودخل تاني الاوضه، احنا رحنا وراه، دخلت وراه شاهد سلمت عليه وانا سلمت عليه، حسيت نفسي بسلم عليه بهزار. مين شاهد؟ شاهد دي اخت محمود، وهما التنين او اولاد عبد الناصر. هي ثواني يا سهام، الدكتور بتسالك سهام دي اخت محمود؟ محمود يعني عايزين نفسر بس علاقتك بيهم. علاقتي بيهم والله عادي، انا بقى ابوهم هو في صله قرابه بين هو خال عبد الناصر، بس صله قرابه من ناحيه امي. في الاساس مع شركه ادويه فعلا. تمام. هو مدرس معايا في المدرسه. تمام. ايوه تمام. طب كمل. سلمنا عليه وبعد كده يعني وكده وخلص. بعد كده حسيت ان الشقه دي كانها يعني شكل فانا بقول الشنطه دي حسيت ان الشنطه بتاعت السفر اللي فيها هدوم كانها زي شنطتي بالظبط. تمام. فبعد كده سهام انت معانا؟ الو سهام؟ طب حاولي تكلمينا تاني دكتور مليكة. لا هي بصي دخلت في حته كده قالت الشنطه زي بتاعتها، فكده سياق الرؤيه هيتحول عليها هي. بس ايه هو برضو لسه مش عارفين، بس طبعا وجود عبد الناصر الاسم نفسه هو مش اسمه كده في الواقع، فهي في حاجه فعلا داخله فيها على حسب حالها. متجوزه، انسه، الحاجات دي كلها، هي مقبله على امر ما، في نصره في حياتها، ارتباط، رزق في الذريه، ليها حاجات كتيره طيبه، بس برضو لسه الرموز انا بقولها كده بصفه الجزء الاولاني، لكن طبعا مش تفسير حق في الاول كده، لازم يكون الرموز كامله. طيب معلش اتصلي بينا تاني. معايا ريم؟ ريم الو؟ ريم؟ ريم؟ طيب اخد مريم؟ الو؟ مريم الو اتفضلي. ايوه يا دينا ازيك؟ الحمد لله اتفضلي. طيب انا عندي ممكن اقول احلامي؟ اتفضلي انت معانا على الهوا. تمام. انا لو سمحت انا كنت حلمت ان انا كنت ماشيه في طريق وراكبه عجله، والطريق ده كان مقفول وكان من الحيطه للحيطه، بس الحلم ده كان استخاره، بعد استخاره على شخص كان متقدم لي. ايوه تمام. وكان سبق لي الزواج قبل كده. اكيد. وشفت ان في عمال بتشتغل في الشارع ده والطريق مقفول، وبعد كده لقيت العامل بيقول انا ممكن افتح لكم مكان من الجنب تعدوا منه، بس خدوا بالكم من البير، لان البير ده اللي هيقع فيه كده خلاص. فجيت عديت الناحيه الثانيه بس وقعت على ايدي، ما وقعتش في البير. مشيت لاخر الشارع ده، بعد ما مشيت فيه لقيت الشارع بقى كويس وبقى حلو جميل، ولقيت امي قاعده فيه، ولقيت الشخص اللي هو كان متقدم لي ده ومعاه ابنه الصغير، بس ابنه شكله جميل جدا في الحلم غير الواقع خالص. وبعدين شفت الشخص ده فبقول له انت هنا بتعمل ايه؟ قال لي انا بقبض لمراتي 148 جنيه. كام؟ 148 جنيه؟ أيوة. فقلت له ليه 148؟ قال لي هو قضاها كده، هي دي مش هتسيب لي حاجه وكده. فلقيت ابنه راح واخد ايدي حاططها في ايد ابوه، وراح ابوه بايس ايدي وكده. وبعدين قلت انا رايحه المستشفى لما لقيت ايدي زرقت وكده، ورحت المستشفى فعلا ووقفت دور بتاعي وكده، كانت واحده خلصت وركنت في جنب وانا وقفت عشان ده الحلم الاول. الحلم الثاني هو متجوز في الواقع فعلا يا مريم؟ طيب هي كانت في واحده هي السبب في المشكله او الفراق ما بناتكم؟ هي كانت مراته. مراته؟ ومامتك وضعها ايه؟ لا ماما كانت رافضه في الاول، بس بعد كده هو جه البيت وكده وانا عملت استخاره وشفت الرؤيه دي. انا شايفه رفض من ماما كمان. طيب ماشي كملي. بعد كده شفت رؤيه ثانيه ان انا راكبه اتوبيس مع واحده انا ما اعرفهاش، وكنا في طريق سفر، وبعدين الست دي كان معاها ولدين وبنت، بس البنت لما نزلنا من الاتوبيس البنت تاهت.
وشويه ولقينا واحده جايباها وجايه مديها لنا. وبعدين قلت لها طب ثواني انا هسيبك وهروح البيت عندي اجيب حاجه. لما رحت البيت وقفت تحت البيت عندي لقيت زوجه الشخص اللي هو اللي انا قلت لحضرتك عليه في الرؤيه اللي فاتت، لقيته واقفه في البلكونه عندي مطرحي وجايبه برواز جنب البرواز بتاعنا اصلا في شقتنا لونه ذهبي، والبرواز بتاعي عليه سوره ياسين، وبتقول لي انا نزلت العرش بتاعك وطلعت العرش بتاعي. فقلت لها خلاص اوكي اديني البرواز بتاعي. قالت لي لا انا هسيب البرواز ده عشان لما القمر يظهر في السماء يضرب شعاعه فيه. علشان لما القمر يضرب في السماء يظهر في السماء يضرب شعاعه فيه. يظهر في السماء يبقى معاه فيه شعاعه فيه. يضرب الشعاع في البرواز بتاعي. في البرواز تمام. البرواز بتاعي فقلت لها طيب انا عايز البرواز بتاعي. فقلت لها طب انزلي لي. هي كانت حاطه ميك اب كتير جدا اوفر قوي، وكانت حاطه روج كتير وميك اب كتير لدرجه انه كان مغير ملامحها نهائي. وكانت بشعرها وكانت لابسه بلوزه بيضه وتوكه بيضه وبنطلون ضيق اسود. وبعدين كان معاها ثلاث بنات في الحقيقه لقيتهم في الحلم ثلاث ولاد. ومنهم ولد اسمه زياد. وبنتها في الحقيقه اتحولت ابنها في الحقيقه اتحول لبنت بس شكلها مش حلو. ابنها اللي هو مين؟ الشخص اللي عايز يتقدم لك؟ اتحول لبنت؟ لبنت بس شكلها مش حلو. شكلها مش حلو. بالظبط. وما كانش ليها اسم في المنام صح؟ لا ما كانش ليها. هي بنت. طيب كملي. تمام. وبعدين بقول لها انا عايزه اسالك سؤال، انت عملتي لي سحر؟ قالت لي لا انا ما عملتلكيش سحر، انا خليت ولادي يدعوا والدنيا بتمطر ان باباهم يرجع لهم تاني وهو رجع لهم تاني. قلت لها طب انت ما كنتيش خايفه وانت بتنزلي العرش بتاعي وبتطلعي العرش بتاعك؟ قالت لي لا ما هو ما حدش شافني، وكويس ان ما حدش شافني. تمام انا بعمل تمام. بس انا نزلتها من شقتي. طيب بصي يا مريم. نعم. الغي الموضوع ده خالص. ليه؟ الرموز في الرؤيه سيئه جدا 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 فوق ما تتخيلي. اولا الرؤيه الاخيره دي ان هي يعني شعفة سوره ياسين طبعا لو قرات له، فانت مكسره الدعاء جدا علشان الموضوع يكتمل. لكن هي بتقول لك لما يظهر القمر والشعاع هيضرب في السوره دي، عارفه الشعاع ده هم دول اولاده، فالموضوع هيبقى معاكي في وقفه كده مش حلوه خالص. حتى هي جت تحولت قدامك او كان في معاها بنات وبعدين يتحولوا لاولاد، فالموضوع سيء هنا. ولا ممكن هو كمان الشخص نفسه؟ لا مش وقت الشخص نفسه، جه بعد كده اتحول لواحده شكلها مش حلو. معنى كده ان دنيتك معاه وحياتك معاه هتبقى سيئه جدا لا قدر الله. الرؤيه الاولى في حفره، انا لاحظت من الحفره دي اللي هو حد قال لك الحفره دي مش سهله وكده، هي واحده ممكن تكون زوجته. الموضوع لو فعلا حصل تقارب من الشخص ده الموضوع هيبقى صعب جدا، حتى لو كان انفصل عن مراته هتقعي في كرب مش سهل، مش سهل ابدا. انت لا زيهم ولا قدهم ولا قد المواجهه اللي ممكن تمر بيها في حياتك، فادعي من ربنا وعليكي بسوره ياسين فعلا هي لما قرات له ان ربنا يرزقك بالزوج اللي يصونك ويقدرك. واقفلي الباب ده تماما، معلش حاولي ان انت تقفلي حتى لو انت مقتنعه بيه او حباه، حاولي انك انت كده ترضي بالرؤيه لان رؤيه من الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربنا يكتب لك الافضل والله اعلى واعلم. طيب معايا مين تاني؟ معايا ناهد. ناهد الو. اي ناهد اتفضلي انت معانا على الهوا. ايوه يا فندم. قول لحضرتك. ايوه يا فندم. ايوه اتفضلي. بصي انا ليا ماشي يا فندم حضرتك. ناهد ابعدي عن التلفزيون، كلمينا من التليفون عشان نعرف نسمعك كويس. انا ليا واحده قريبتي في الحج. في الحج. انا حلمت بيها ان هي جايه من الحج وجايبه لي ازازه برفان كبيره حلوه، وجايبه وبعدين جايبه هي كان عندها قمصان نوم بتاعتها هي وهي متجوزه، والقميص دي جاكيت كده، فهي الجاكيت ده داب، فهي جايبه جواكت ثانيه للقمصان دي، جايبه لها جواكت جديده عشان تلبسها عليها. بس هي الشخص انت انسه يا ناهد ولا ايه؟ لا انا مدام متجوزه وعندي بنت متجوزه. عندك بنوته متجوزه؟ طب انت منتظره حاجه كويسه ولا يعني في حاجه متعطله لك كده بقى لها فتره وانت منتظره حاجه معينه؟ عندي بنات ثانيه لسه انستاتيا. طيب اللي الشخصيه اللي كانت معاكي في الرؤيه دي ليكي عندها طلب؟ لا انا بس قلت لها تدعي لي وهي في الحج. طيب هو ده الطلب اللي انت طلبتيه منها وهتنولي خيره، هي فعلا دعت لك
وباذن الله رب العالمين في خبر حلو جدا جدا جدا. العطر يا جماعه، البرفانات، الحاجات دي كلها تبقى اخبار هتهل على الراي وقريبه جدا بامر الله تعالى. ربنا يبشرك بالخير ويجعلها حجه مقبوله ليها ودعاء طيب ليكي بامر الله، والله اعلى واعلم. معايا حنان. حنان الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا حنان. لو سمحتي انا عندي كام حلم كده بس يعني قلقني شويه. خير ان شاء الله. اتفضلي. خير. انا حلمت الاول ان انا في امتحان، في امتحان دراسات، والامتحان ده كان سهل. وبعد كده ان انا قالوا لي خدي الورقه ديت عشان تبشري منها. فجيت وانا فجيت لقيت الورقه كده لما يكون عليها ورقه شفافه بيضاء كده فشايفه. فقلت لهم لا انا هشيل الورقه ديت وانا هعرف احل. فروحت شايله الورقه فلقيت الامتحان قدامي سهل، بس لقيت برضو ان انا مطلعه كتاب وعماله يعني في المعاني وبس مش عارفه اغش من الكتاب ده. وبعدين يعني كان الامتحان قدامي سهل بس انا برضو يعني ايه زي ما اكون عايزه يعني بيقولوا لي غشي معايا. عايزه ايه؟ تغش. عايزه تغشي. هما قالوا لي غشي وانا شايفه ان الامتحان سهل وكل ما اجي اغش مش عارفه اغش. فكل ما احل لوحدي الاقيه بيتحل. وبعدين لقيت ان في معايا بنتي وان احنا ماشيين في مكان وبعدين من بعيد كده كان في قدامي زي بحر كده. البحر دوت يعني انا شايفه حاسه ان البحر ده هو البحر المتوسط. تمام. بس انا قلت لها بس انا شايفاه ان هو البحر القطبي يعني البحر المتجمد. فبقول لها البحر ده بتاعنا بس انا شايفاه صغير ومن بعيد كده. بقول لها البحر ده بتاعنا بس هو مش شكل بحرنا، هو متجمد كده وان هو البحر المتجمد يعني البحر القطبي جاي قدامك متجمد. 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 وبعدين في لقيت في جنب البحر كده في حصانين، واحد ابيض وواحد بني. بنتك قد ايه؟ بنتي عندها 15 سنه. طيب لسه صغير. فلقيت ان ما انا معايا بنت تاني. عندك بنت تاني؟ لا اللي كانت في الرؤيه. لا بنتي الصغيره اللي هي 15 سنه. والبنت التانيه ايه ظروفها؟ اللي هي متجوزه. هي البنت الصغيره صح. تمام كمان. فلقيت في حصانين، حصان ابيض وحصان بني. الحصان البني ده الحصان الابيض ده في اسد ماسكه من رقبته عمال يوقعه، كل ما يقع على ركبه يقوم يقف تاني وهو الاسد وان هما الحصانين مش خايفين من الاسد. تمام. وهو ماسك بس في الابيض ده وعمال يوقعه على ركبه ويقوم، والبني واقف جنبه ما بيعملش حاجه. تمام. دوت ده اول حلم. تاني حلم حلمت ان انا في اوضه في شقه بتاعت جدتي بس يعني انا عارفه ان شقه جدتي بس الشقه دي هي تحت في الارضي. هي جدتي شقتها في الدور الثاني. لقيت الشقه دي اصغر وان احنا تحت في الدور الارضي. وان في صوره لاخويا اكرامي واقف مع واحد قريبنا اسمه احمد رزق. فهو اكرامي ده لاقيه صغير في الصوره بالرغم ان احنا يعني كبار واقفين كلنا كبار وهو لاقيه صغير في الصوره. اخوكي ده كان فين دلوقتي؟ معانا، في موجود معانا. انت عايزه تسالي عن ظروفه يعني يا دكتور؟ لا لا خلاص. طب كملي كملي اتفضلي. ولقيت صوره ثانيه فيها جدتي ووالدتي وان انا واقفه عماله اكلمهم وان في كنبه محطوطه كنبه يعني بس احنا انا مستغربه ان الشقه ديت يعني مش هي شقه جدتي. المهم ان في الكنبه دي متنجده كده وانا واقفه عماله بنفط. جدتك ووالدتك موجودين؟ لا متوفيين. وهم كانوا في الصوره لوحدهم وانا واقفه بكلمهم في الصوره. وبعدين لقيت وفي كنبه انا واقفه عماله بنفط الكنبه بس بنفضها بالراحه عشان التراب ما يدهولش ما حدش يعرف ان انا بنفض وان التراب ما يدهولش المكان اللي احنا فيه. وبعدين اخويا الكبير اسمه محمد وهو اسمه الحقيقي واسمه بندهله نقول له يا رضا. دوت كان واقف على قهوه وفي قدامه شارع وجوزي هشام لابس لبس غريب كده وماشي في الشارع ماشي عمال ماشي للاخر وعمال اخويا ينده له وهو ما بيردش عمال ينده عليه وهو ما بيرد. ده حلم. هتستعيذي من الرؤيه دي؟ استعيذ من دي؟ اه. طيب في حلم تاني بالنسبه برضو الموضوع دوت برضو بس بسرعه يا هدى عشان التليفونات. معلش انا قلقانه معلش اسمعي. لا يا حبيبتي اتفضلي. طب بس بسرعه عشان تليفونات. طيب. بس اتفضلي. بصي في حلم تاني حلمته في واحده قريبتي حلمته اسمها مستعد. حلمتني ان انا وهي اللي هي مستعد وجوزها محمد اللي هو اخويا واختي فايزه واقفين في الكعبه.
وان وهما بيدانوا الاذان الدن، فراح هو جوزي راح سيبنا وراح ماشي. فراحت فانا قعدت انده عليه وهو ما مش راضي وماشي عمال يسيبنا وماشي. فضلت وراه لحد ما رجعته، ولما جوهم يقوموا الصلاه راح هو جه وقف في صف الرجاله وانا وقفت في صف الستات وقفنا نصلي. ده الحلم ده. وفي معلش حلم تاني، حلمت ان اخويا محمد دوت انا واقفه في بلكونه وفي اسراء بنتي واقفه جنبه وجوزها ايهاب واقف جنبه، وفي واحده شايله مانجا، بس المانجا شكلها غريب مدوره كده، فبيقول لي اجيب لك من المانجا دي، فقلت له لا ده المانجا دي مانجا قريش مش حلوه، قال لي دي قريش دي مش حلوه، فقلت له طب خلاص طب هات لي منها وخلاص. تمام. واخدتي منها؟ لا ما هو انا قلت له بس وصحيت على كده. طيب بصي يا مدام حنان، الرؤيه برضو اللي شافتها مرات اخوكي تقريبا برضو هنستعيذ منها. الرؤيتين دول هنستعيذ منهم. الرؤيه الاولى اولا البحر اللي اتجمد ده طبعا من الرموز اللي بتكون خير، يعني ما بحبش اقول الرموز اللي بتضايق الانسان شويه، بس لسه في وقت. وقت طويل. لا هو بصي، هو الرؤى انا شايفاها كلها مترتبه ورا بعضها كده بصراحه، رموزها مش تمام، فهنستعيذ منها افضل، بلاش افسر علشان هم كام رؤيه دول مش طيبين خالص. بس موضوع المانجا انت عارفه بيبقى ياس شويه واحباطات شويه في الحياه، بس هتلاقي فيه انفراجه بعد كده. هو ده الرؤيه بتاعت المانجا اللي انا شايفاها فيها جزء، يعني من بعد شويه هموم كده الدنيا هتظبط معاكي تاني بامر الله تعالى، بس بمساعده اللي حواليكي. الرؤية الأولى لا مش طيبة، الرؤية الثانية والثالثة هنستعيذ منها. ولا رمز صغير حتى عشان البحر المتجمد من الرموز اللي مش حلوة في الرؤى. وبعدين كمان جت بنتها اللي هي الصغيرة دي وكان في حصانين وكده والأسد ماسك في الحصان، فدي كلها توقفات لا قدر الله، ربنا ما يؤمر بيها. بنتك بقى أنا عايزاكي لبنتك دي تحديدا ما تجيش مثلا تقولي انها بقت في سن كذا، ده لسه صغيره والحاجات دي كلها. انا عايزاكي بنتك دي تحديدا لو حد جالها، يعني هي طبعا لسه دلوقتي عندها 15 سنه، دي رؤيه مستقبليه شويه، فعايزاكي ما ترفضلهاش اي حد كده مجرد انها لا دي جميله وحلوه، هي واضح انها كويسه جدا ما شاء الله عليها، بس مش عايزاكي ترفضي اي حد يجي لها من الاول كده على اساس انها جميله ولسه صغيره، يعني في العشرينات كده ابداي يعني تاخده بجديه وما تقولش صغيره ومش ولسه دي جميله وهيجي لها. حذري 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 في الجزئيه دي. ربنا يا رب يفرحك باولادك ويبعد عنك شر الرقامه فيها. أمين. والله اعلى واعلم. طيب معايا اميره. اميره الو الو اتفضلي يا اميره. انا عندي حلم كده. لا امير علي صوتك عشان اسمعك. الو ايوه بس انا كان جوزي حلم جوز مش سامعه. طب تحاولي تكلمينا تاني يا اميره. اخد ماجده مروه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ماجده معايا؟ انا مع. اتفضلي يا ماجده. الرؤيه الاولى ان انا كنت بعيط في اول الرؤيه وبحاسب ربنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل وبكي بحرقه، فجاني محامي وانا واقفه فقال لي انت مدام فلانه، قلت له فقال لي جوزك محبوس قضيه ناسي نفسي مهزله، فقعدت قلت له طب حضرتك مين؟ قال انا عايز الامين او احمد امين. استني امينه اتكلمي براحه يا ماجده، اتكلمي براحه بس اسمعك. حاضر حاضر. كنت معادي الامين او احمد امين المحامي. تمام. فبعدين بقول لحضرتك دلوقتي طب انا اعمل ايه؟ قال لي حضرتك روحي وانا هحل الموضوع ده وهكلمك تاني. فكان معايا واحده صاحبتي ومعاها ولد، وانا معايا ولد ابيض جميل شعره سلكين كده لحد الكتف، وبعدين كان بيلعب مع ابنها فاخدتها ومشيت، وبعدين شويه كده قلت طب انا ايه اروح ليه؟ طب ما انا اروح اشوف جوزي ايه اخباره في القضيه دي. طبعا انا حماتي متوفيه فعديت عليها فقلت لها حضرتك لو سمحتي خدي الولد ده خليه معاكي هروح اشوف المحامي هيقول لي ايه على جوزي يطمني، لان انا مش قادره اروح من غير ما اطمن عليه. تمام. فحماتي متوفيه رحمه الله عليها فخدت مني الولد وقالت لي ايه؟ قلت لها ايه انا هاخده منك وانا راجعه. تمام. انا ولادي عامه امحيين مش جيزي يعني ايه؟ فراحت لا الحته الاخيره يا ماجده. ماجده ولادي امحيين مش بيض. ولادي امحيين مش بيض او بعدين؟
وبعدين حضرتك انا ايه سبته عندها، فبعدين قالت لي ابني طمنيني وعلى محمد على ابنها يعني. ايوه. قلت لها وانا راجع هاخد منك الولد. تمام. فانا مشيت، فدخلت شارع كبير كله صواني وعليها عيش بلدي واكل، ناس قاعده بتاكل في قلب الشارع عيش. فانا من كتر الصواني مش عارفه امشي، فغصب عني قاعده رجلي داس على رغيفي من العيش البلدي. فالراجل اللي قاعد بياكل بيقول لي مش تحسي. قلت له معلش انا اسفه، اصل انا رايحه اشوف جوزي المحامي عامل معاه ايه، وانا مخضوضه ومرعوبه. قال لي روحي يا بنتي، الله ربنا يفرج همه. فانا لما مشيت لقيت ناس كتير واقفه في اخر الشارع، ولقيت ناس فستان، اثنين شباب واثنين ضباط او عساكر، والشيخ الشعراوي قاعد في مكان بيقرا قران، وهم قاعدين بيستمعوا لي، وجنبي منه رتبه كبيره قوي وقصاده ضابط. وبعدين بقول للناس ايه، انا عايز العساكر يعني، انا عايز اقابل الشيخ الشعراوي اكلمه. قالوا لي هتبقي تهتمي لي المنظر ده، ده انت قريانه. فببصيت لمنظري لقيتني زي ما هما بيقولوا قريانه، لقيتني انا مش باين حاجه مني من عوراتي نهائي خالص. قريانه؟ مش باين حاجه من عوراتي خالص والله يا دكتور. فبعدين بقول للناس ايه، طب اديني حاجه تسترني اكلم الشعراوي. فبصوا لبعض، وراحت واحده فيهم اللي قاعدين دولت قالت لي ايه، خدي العبايه دي. فلقيت عليها بقعه دم كبيره زي بتاعه الدوره لا مؤاخذه. فبعدين فواحده من الناس اللي واقفين تانية قالت لي استني يا بنتي انا هجيب لك عبايه حاجه. ففتحت باب جنبها وراحت مدخلاني، ودخلت اثنين شباب ورانا. فبعدين هي بتقول لهم انتوا رايحين فين؟ قالت لهم احنا بيقولوا لنا احنا عايزين نتفرج. قلت انتوا بتتفرجوا على ايه؟ امشي. وهم ادونا ظهرهم كاتيان طلعوا العبايه وانا لبستها. وطلعت كلمت الشيخ الشعراوي، سلمت عليه، كان هو ختم الجزء اللي هو كان بيقراه، وسلمت عليه. فقلت له يا شيخ محمد انا من زمان ما شفتكش. قال لي انت مش بتتصلي عليا ليه؟ قلت له حضرتك انا ما اعرفش رقمك. قال لي لا انت عارفاه. قلت له حضرتك والله انا ما اعرف رقمك. قال لي لا انت عارفاه. فبعدين قلت له لا يا شيخ محمد والله انا ما اعرفاه. فرد قال لي رقم 126 20 16. قلت له كمان مره يا شيخ محمد. قال لي 126 20 16. فرحت قلت له ايه، طب انا هكتبه على الهواء يا شيخ محمد وبعدين هبقى اكلمك. ورحت فعلا كاتباه على الهواء بايدي ايه عشان احفظه. أيوة. فانا قلت له ايه، طب انا ليا كمان طلب عندكم بعد اذنكم. قال لي ايه، اتفضلي. قال لي قلت له انا عايز اتكلم الاستاذ اللي هو المحامي. قالوا لي ده حضرتك هنا معاكم يعني. قال ده هو بيصلي العصر وجايين وحضرتك ثواني بس وهيكلمني. فلقيت الراجل فعلا صلى وجا وقال لي قبل ما تخافيش وما تتخضيش على جوزك، ان شاء الله جوزك انا وراه لما اطلعه برا. دي الرؤيه الاولانيه. انت جوزك عنده مشكله قانونيه فعلا؟ لا مش في اي مشاكل. امال هو، طب هو صحيا عامل ايه؟ الرؤيه ديت انا كنت بحلم بيها. كان جاي عريس لبنتي واهله رفضونا عشان احنا ناس على قدنا، هم ناس مصريين. فانا كنت مصليه استخاره عشان اعرف يعني ايه الرؤيه دي معناها ايه، يعني لبنتي مش لجوز خالص. كان عندي رؤيه ثانيه حضرتك ممكن تسمعيها بعد اذنك. طب احوال زوجك ايه لو سمحت؟ لا جوزي كويس الحمد لله ومرضي من عند ربنا، وراجل مصلي وعارف ربنا جدا 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 وطاهر. صحيا حالته الصحيه لا كويسه؟ لا على قد شويه صحته يعني. صعبه شويه. طيب كملي. ماشي حضرتك. انا بقى شفت رؤيه ثانيه، كنت اول مره انا زعلانه مع اختي شويه وكده. طب موضوع العريس، موضوع العريس ده حصل فيه ايه يا مدام ماجده؟ ما بتقولوا ماما لا رفضوه. رفضناه. لان اهلي رفضوا يجوا يقابلوا جوزي يعني، هو عاوزها وهي عايزاه وهم مش عايزيننا. فجوزي قال طبعا الموضوع ما ينفعش وكده. فاترفض يعني، حتى بنتي صرفت نظر بعد استخارات وصلاه كتير وحاجات كتير وما فيش نتيجه. هو انت مالكيش اولاد ذكور؟ لا عندي ربنا يخلي، عندي ولد معوق وعندي ولد تاني 10 سنين. طيب كملي. وهي بنتي الوحيده وحاصله على كليه وما شاء الله يعني. انا شايفه حاجه كده، ما فيش غير الزوج هو اللي سند معاكي دلوقتي، انا شايفه كده. حتى انت قلتي برضه الابن معاك والتاني صغير. صح تمام كملي. ماشي. بس الرؤيه الثانيه حضرتك يا دكتوره، انا اختي ما بتكلمنيش، قطعت صله ارحام، فانا دايما بروح لها وبسال عليها، هي مش بتكلمني. فانا شفتها في الرؤيه ان انا بخبط على الباب عندها. فمش راضيه تفتح لي، جنبي اخبط كتير كتير قوي يا دكتور، ففتحت لي وقفت الباب في وجهي، وبعدين فتحت لي تاني وهي بتزعق، ودمها اتزعق لي جامد جامد جامد. فدخلت في وسط بيت كده بجح يعني، فلقيتها واقفه في وسط عفش كتير جديد زي بتاع عروسه كده يا دكتور. وبعدين بتقول لي ايه يعني عايزه الصف الجاي بينها وبيني يعني. فبتقول لي ايه انت ده انا بتهاجر فيه، يعني
فانا بتاجر فيه. فبقول لك ايه، ما تجيبي شويه هدوم وتعالي تجري معايا. قلت لها انا مش فاضيه، انا ست موظفه باجي من شغل الساعه 2:30، فانا مش فاضيه ان انا اجي او اتاجر، انا جايه اشوفك واطمن عليكي. انت ليه مش بتفتحي لي الباب؟ انا نمت متوفيه. فلقيتها نازله من فوق من على السلم من عندها فيها قاعده ببيت يعني متوفيه ونازله من على السلم، فراحت على كتف اليمين يا دكتور وراحت مخبطه يعني طبطبه عليا كده وبكتني، يعني سلمت عليا الاول يعني وبكتني وبعدين طبطبت على كتف اليمين، قالت لي ما تزعليش ربنا معاكي وهيكرمك فما ما تخافيش. ورحت قايله يا دكتور والفجر بيقول الله اكبر. طيب عايزه اسال على عمر بنتها. طيب حاولي يا ماجده كلمينا تاني. طب يا دكتور ممكن تفسري لها بقى ده ولا في لازم عمر بنتها؟ ثانية عشان الرقم ظاهر لي عمر بنتها في وقت معين. هفسر الرؤية الثانية علشان الرؤية الأولى دي فيها أرقام لازم أشوفها صح علشان أطلع الرؤية صح معايا بإذن الله رب العالمين. موضوع أختك أنا شايفة إن فيها يحصل كلام ما بينكم تاني. اولا يا جماعه خدوا رمز لما يكونوا اتنين في مشاكل ما بيناتهم وتحصل يعني زعيق منوشه كده مع بعض، اعرفوا ان في كده تراضي، المنام بيبقى بالعكس. اما لو كان الامور طيبه ما بيناتهم وحصل بقى محبه اكتر وكده بيبقى برضو بالعكس. فهنا انا شايفه ان في تراضي، لكن تاخدي بالك لان هي بتقول لك انها بتتاجر في العفش او بتتاجر او بتبيع في الملابس والحاجات دي كلها، فعني كده انها برضو يعني ايه خلي صله الارحام بالسلام، ما تبقاش فيها ود قوي علشان المره الجايه لا قدر الله لا قدر الله هتبقى قطيعه مش سهله. انت بتقولي انها يعني موضوع سهل معاها انها تقطع صله الارحام، والله اعلى واعلم. بس اللي بالعكس ده يا دكتور مع الاخوات بس ولا ممكن مع الاصحاب كمان او القرايب مش الاخوات، ولا بس هو حاله الاخوات؟ لا صله الارحام بتكون دايما بتخص، بصي انا شايفها كلها بتبقى للمسلمين، لكن هي صله الارحام اللي معروفه اللي بيكونوا من دمي. لكن كمسلمين مع بعض هو ده المفروض ان احنا ما ينفعش اساسا ان احنا نخاصم يعني بعض، يعني ديت اساسا يعني مستحرمه شويه في ديننا. صح. نخلينا بقى في الرؤيه مفضلي. الاولى. الرؤية الأولى دي أنا كنت شايفة في الرؤية دي إن بنتك عند إتمام 29 عام، أنا شايفاها إن في زواج، بس زواج بصي هيرفع من قدرها مع زوج صالح. الأرقام اللي ظهرت معايا 126 20 116، أنا شايفاها عند إتمام 29 سنة والله أعلى وأعلم. أنا كان نفسي أعرف هي عمرها قد إيه دلوقتي. اوعي تزعلي لانك انت في الرؤيه كنت ماشيه وبعدين حد اداكي عبايه ملوثه بدماء، فدي كلها اشخاص غير مستحبه، ما تستعجليش. انت كنت بتقولي الناس بتقول عليكي عريانه، هو دوت اللي انت حاجه الماديه اللي انت حاسه بالعجز او الحاجه الماديه اللي احنا بتتاثر على الانسان شويه، فانا ما شفتهاش خالص انها تخص الزوج. بس شايفه ان حبس الزوج، انا شايفه انك انت المعيله للاسره اكتر من اي حد، ووضحتي لي فعلا ظروف اولادك شكلها ايه، ربنا يحميهم لك يا رب. فالرؤية هنا رمز قوي قوي، بنتك مكتوب لها بأمر الله، بأمر الله تعالى زوج صالح جدا جدا جدا، شأنه هيبقى عالي جدا جدا جدا. وجود الشيخ الشعراوي ما قال لك الأرقام دي، فاصبري عليها حتى لو عدت 26 27، أنا شايفة أن عند إتمام 29 أمرها بإذن الله رب العالمين، مش عايزة أقول لك يعني هتعلي من قدركم معاها بأمر الله تعالى. يا ريتك لو تقدري تتصلي بينا تاني، عايزه اتاكد من سنها قد ايه دلوقتي، والله اعلى واعلم. طيب معايا ام محمد. ام محمد الو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اتفضلي. ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي، واحده قريبتنا كانت شافت حلم. شافت ان هي عندهم فرح وسطوح وان الناس كلها لابسين اسود وعمالين يغنوا، هم اللي بيسقفوا بايديهم كده بس ما فيش صوت ديجي ولا حاجه. عمتها يعني عمتها اللي قاعدين على غنى عمتها اخواتها جوه، فهي نازله لقت خليتها دي طالعه من على السلم، خليتها متوفيه. فحضرتها هي مين دي؟ جارتها. هي جارتك اللي شافت الرؤية؟ لا، اللي شافت الحلم دي بنت عمة ولاد اخت. واحدة قريبتك شافت المنام ده، شافت ان في حد؟ قريبتها. طب معلش قولي. قالت عندهم فرع على السطوح. طب قوليه تاني، قوليه تاني بس بالراحة. هي شافت قالت عندهم فرع على السطوح وعمتها كلهم موجودين وعمالين يغنوا هم وزهرته بس ما فيش جيجي شغال. تمام. وكلهم لابسين اسود. ويسقفوا. فهي الباب خبط ونازله تفتح لقت خليتها مبلغ، خليتها دي متوفيه. فقالت لها يا حبيبتي انت وحشتيني قوي يا خالتي وقعدت تبص فيها، فخليتها تقول لها كده ده انا كنت بعتبرك البنت، انت فعلا بنت، عايزينك بنت. تمام. بس جايه زعلانه يعني باين على وشها، عايزينها بتعاتبها يعني.
طيب جاوبيني بقى، ظروف بنتها ايه؟ الست المتوفية تعبانة. طيب هي ما باتتش بنتها، هي باتت بنت اختها. ايه؟ هي بتقول بنت اختها بتقول انا بعتبرك بنتي. ايوه فاهمه فاهمه فاهمه. أنا بسألك على بنت المتوفية بنتها ظروفها إيه؟ تعبانة. طيب ما أنا بسأل على الجزئية دي. تمام ربنا يشفيها يا رب ربنا يشفيها. في حلم بقى حضرتك أنا حلمت ممكن أقوله لك؟ وصي صاحبة الرؤية إنها تهتم بصحتها. صاحبة الرؤية؟ طب حاولي تكلمينا تاني يا أم محمد. طيب طيب دكتور مليكة تفصلي ولا نرجع هي حصل. الرؤية دي تخص صاحبتها اللي هي شافت الرؤية الرمزي هنا، انا بعتبرك بنتي، التهليل اللي فوق دوت اللي حصل وهلت عليها واحدة من المتوفية، فالرمز هنا الجملة اللي قالتها. انا شايفة ان في لا قدر الله ربنا يعافيها يا رب. قبل كده كنا نصحنا ناس على فكرة وتواصلوا معايا، خد بالك في ممكن تعب يعني خد بالنا. هي رؤية انذار. فربنا يا رب يبعد عنها اي شر. امين يا رب العالمين. طب نطلع فاصل ونرجع نكمل احلامنا. اعزائي المشاهدين فاصل استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور مليكة. دكتور مليكة قبل التليفونات هسال تليفون، هقول لحضرتك على سؤال لحلقتنا. لما واحده فينا تيجي تقف قدام المرايه وتحط ميك اب اوكي، وفجاه تلاقي وجهها وجه حد تاني، هتقولي لي في الحالتين لو حد بتحبه وحد ما بتحبوش، ولو كان الشكل كويس ولو كان الشكل مش كويس يبقى ايه؟ لا بصي بقى يا ستي، اولا الشخص نفسه ما يبص في المرايه. لو واحده متزوجه ده حمل ليها، لو واحده بنت بتكون ليها زواج. طيب اما يكون راجل اما يكون راجل معنى كده ان هو هيمشي على خطى حد معين، يشوف مين الشخص اللي ظهر له في الرؤيه سواء بنت او راجل، بس انا بتكلم يعني لو واحد هو اللي واقف او ست اللي واقفه في المرايه وشاف الشخص اللي قدامه مش هو. يشوف الشخص اللي قدامه دوت ايه حياته شكلها ايه، علشان ممكن يكون قدريا هبقى في زيه في حاجات معينه. طيب لو لقيت نفسي قلت لك زي دوت الاتجاه ده بيكون زواج ذريه، الموضوع ده مؤكد جدا بامر الله تعالى. بالنسبه للشخص لو شاف نفسه في المرايه كراجل وشاف نفسه هو هو، معنى كده ان هو فعلا اللي اتمناه هيلاقيه فعلا وربنا هيكرمه بيه، بيبقى رزق مقبل على الراي. طب ولو حد يعني حد مش كويس، حد وحش او شكله مش كويس خالص، يبقى ده ياخد باله ده انذار. بصي الرموز خفيفه قوي، يعني الواحد ممكن يفسرها لنفسه بطريقه بسيطه ان هو يشوفه دوت انذار له. طيب انا بقول لك الرموز بسيطه وممكن واحد يفسرها لنفسه، بس لما تيجي مع سياق رؤيه كامله ممكن تلاقي الاتجاه اختلف معانا تماما. أيوة. هنا متمكيج واقف قدام المرايه، دوت تجميل لحياته وارتباطات ورزق وخير، ده لو واقف قدام المرايه. اما لو كان بقى مش قدام مرايه بيبقى لها تاويل ثاني خالص. عارفه دكتور انا اللي انا عايز اساله، عشان حضرتك تفسيراتك كتير قوي بتصدق معانا الحمد لله. الحمد لله. عامه حضرتك بتحب عمليات التجميل والتجميل في الاحلام؟ ده حضرتك جميله جدا في الرؤى، جميله جدا. طيب عايزه ارجع بقى، لو مثلا حضرتك في تفسير حد جه عمل تجميل في انفه في شفايفه، هنا حضرتك بتفسري ده بايه؟ موضوع الانف لما يجي يعمل فيها معنى كده ان هو بيكون حد فضولي جدا جدا فعلا؟ جدا وهيتعلم الفضول من حد كمان. بيتعلم الفضول من حد، فعلى حسب برضو اما يلاقي الانف بتاعته اتجملت وشكلها حلو معنى كده انا هيتعلم حاجه كويسه. يبقى هو حد مقلد، يعني حد بيحب يتبع الاشخاص اللي حواليه ومقلد جدا. بالنسبه للشفايف بقى كبرها صغرها، ده صرصره في الكلام، بتكون برضو على حسب شكلها جمالها، بس هي كلها تجميلات في الكلام، ممكن نفاق بتخش اوقات كتيره جدا في النفاق. حضرتك دايما بتحب زياده الحجم او الوزن في الاحلام جدا، حتى لو قبل كده وكتير جدا بيسالوا فيها موضوع الامراض لما يكون برضو خصوصا المرض الخبيث، اي اورام بتكون موجوده الزيادات دي كلها بتكون مستحبه في الرأى. طيب هنا حضرتك بتقولي بتحب عمليات التجميل، طب ما اهم او اشهر عمليه تجميل هي شفط الدهون. لما حد يحلم بقى انه عمل شفط دهون وبقى شكله كويس، دي مش حلوه بقى بيبقى لا دي اللي مش حلوه خالص. لان الخساسان في المنام بيبقى مش حلو، حتى لو كان شكله كويس في الرؤيه لا بيكون تدهور في حال الرأي، حتى لو كان شكله كويس. يبقى هو اللي بيسعى لده وهو اللي هيعمل ده بنفسه، فبيبقى تدهور في حاله للاسف.
طيب اسئلتي كتيره بس تليفوناتنا. اماني مستنيانا. الو اماني. السلام عليكم. ايوه. عليكم السلام. اتفضلي يا اماني. يا رب انا جدا ومذوق حضرتك ربنا يعزك يا رب. ميرسي حبيبتي اتفضلي. حضرتك انا كنت شفت رؤى ان ملك الموت بيتنطط حواليا. وبعدها على طول بقى اقل من شهر والدتي توفاها الله. حضرتك رحمه الله عليها. الله يرحمها. الله يرحمها. يا رب. المهم ان انا بعد وفاه والدتي بحوالي اسبوعين شفتها واقفه قدام مبنى ازاز واصل للسماء. والمبنى دوت انا واقفه جنبها وهي بتشاور لي ان انا شقتي في الدور الاربعين. انا عندي 44 سنه. بتشاور لي ان انا شقتي في الدور الاربعين، فانا بقول لها يا ماما ده بعيد قوي، انا رجليا وجعاني مش هقدر اطلع السلم. فابتسمت وانا صحيت من الرؤيه. ابتسمت وانا صحيت من الرؤيه. ابتسمت على اذان الفجر. انت يعني متزوجه ولا لا يا اماني؟ انا متزوجه وعندي اولاد الحمد لله. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. طب انت في حاجه عندك حاسه انها متوقفه في حياتك، حاسه ان في قرب معين في حياتك منتظره حاجه بقالك فتره؟ يعني الحمد لله رب العالمين شأن اي حد، مشاكل الناس العاديه، مش حاجه. في حاجه عايزه تنتقلي يعني من مرحله لمرحله او مكان تاني؟ ان شاء الله. ان شاء الله. تمام ان شاء الله. تمام كملي. في رؤيه ثانيه شفتها بعد الرؤيه دي على طول، اني انا داخله امتحان بامتحن. والامتحان دوت انا كان امتحان لغه عربيه. تمام. والناس ابتدت وانا ما ابتدتش، فالمراقب اللي واقف عليا جه قال لي انت ما ابتدتيش ليه؟ قلت له انا ما اعرفش ان الامتحان ابتدى، فقال لي لا حلي بسرعه عشان الوقت. تمام. فلقيت الامتحان ما شاء الله لا قوه الا بالله سهل جدا، وحليته في اقل من خمس دقائق. تمام. وخرجت من اللجنه ومشيت طريق طويل. وبعد ما مشيت الطريق اكتشفت اني نسيت سؤال مهم عليه 15 درجه. في طريق طويل. تمام. نسيت ان انا في سؤال عليه 15 درجه انا ما حليتش السؤال ده، فرجعت اجري احله. تمام. بس صحيت برضه على اذان الفجر وما حلتيش؟ ما حلتش، ما رجعتش احله، يعني ما لحقتش، صحيت وانا في الطريق راجعه. تمام. طيب في حاجه تانية يا اماني؟ لا جزاك الله الف خير، ربنا يعزك. حالا هنفسر ليكي، اتفضلي. شوفي يا اماني، اولا ابتسامه مامتك رحمه الله عليها، ربنا يا رب يصبرك يا رب على فراقها. انا شايفه طالما انها جات لك الدور الاربعين اللي شاورت لك عليه، انا شايفه ان في خبر كويس وهيفرحك بدايته يعني في خلال 40 يوم من دلوقتي، والله اعلى واعلم. الرؤيه الثانيه هي انتقالك من حال لحال، والموضوع هيتيسر جدا جدا جدا، بس ما تتسرعيش لانك انت مشيتي طريق طويل وبعد كده رجعتي تاني علشان في ورقه وكده. فخدي بالك من اي حاجه انك انت فيها امضاء ورق، فيها اي حاجه قانونيه، فيها ايجارات ممكن تنقلي او تمليك او كده، خدي بالك من اي ورقه، لان في موضوع ممكن يعني يسبب لك في مشكله لا قدر الله. بس انا شايفه ان في نقله حلوه جدا جدا هتحصل لك، بس خدي الرؤيه تنبيهيه وخليكي دقيقه جدا في معاملاتك بعد كده، وخصوصا هي اللي فيها اوراق، والله اعلى واعلم. معايا امل. امل الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا امل. طيبين يا رب. وانت طيبه. لو سمحت يا دكتورة، أنا بقالي أكتر من شهر ونص بحاول أوصل لحضرتك، مش عارفة. نورتيني حضرتك. بس اسمعيني، أنا قاعدة عند والدتي بقالي شهرين وعايزة أتطلق من جوزي، فأنا دعيت ربنا كتير يدلني أعمل إيه. تمام. أنا حلمت دي ثلاث مرات. بس بالله عليكي تقولي لي يا تكملي يا تتطلقي، صريحة. ونعمة بالله. حاضر. طب اتفضلي. أول مرة أنا حلمت دي إن أنا وهو وأنا عندي ولدين وبنت دخلنا حديقة الحيوان. بس ما شفتش الحيوانات، بس انا عارفه ان انا في حديقه الحيوان، ولقيت شجره. والشجره دي فيها مسندين سفنج محطوطين تحتها. فانا لقيت موجود ايه تحت الشجره يا اماني؟ يا امل؟ مسندين، مسند سفنج بس اثنين. مساند. تمام. مساند. اتفضلي. مساند سفنج، والمساند دي ليها كسوه. فهو عايز ياخدهم، فانا قلت له خلاص لو هتاخدهم يبقى تفك الكسوه عشان ما حدش يعرفهم ولا يعرف اللي احنا خدناهم. مين ده اللي عاوز ياخدهم؟ جوزي. جوزها اللي هي عايزه تتطلق. ما هم اولادها. كملي اتفضلي. فانا قلت له خلاص ايه يعني شيل الكسوه من عليهم عشان ما حدش يعرفهم، وفعلا قلع الكسوه بتاعت المسندين وخدناهم. وبعد كده مشي، كان في باب حيوان مفتوح. هو عدى من قدامه ومشي بالراحه جدا. عشان الحيوان ده ما يخرجش عليه. تمام. ورجع تاني من قدامه بالراحه. وبعد كده احنا مشينا وخرجنا بره الجنينه، فانا بقول له تعالى انا عايز اجيب للولاد مانجا.
تمام. وهو رحنا محل كبير جدا مليان مانجا حلو قوي لونها اصفر. فهو لقى بره المحل في ثلاث اقفاص خوخ، بس الخوخ تعبان ودبلان قوي. هو عمال يلاقي من الخوخ، وانا ادلق الخوخ واقول له احنا عايزين مانجا، وهو لقى خوخ دي ثلاث مرات وانا ادلقه واقول له انا عايزه مانجا. تمام. فانا لما دخلت محل المانجا لقيت خطيبه اخويا واقفه لابسه ملحفه رمادي. لابسه ملحفه؟ لونها رمادي. فانا اتبسطت ان هي لابسه ملحفه اللي هي زي الاسدال بس الواسعه قوي دي. طيب. انا اتبسطت ان هي لبست الملحفه، يعني هي لابسها عشان خاطر اخويا. انا لما قربت منها لقيتها لابسه فستان رمادي وعليه طرحه شيفون نبيتي، بس من ودنها لحد نص كتفها عريان. انا بقول لها ينفع تقولي اسمها ولا لا؟ هي اسمها امنيه. تمام. انا قلت مش مشكله، لو هي دي الحته بس عريانه انا هبقول لها تغطيها. تمام. بس هي كانت بتضحك ومبتسمه وقالت لي لو عايزه مانجا خد من القفص ده، ده القفص ده طازه ولسه جاي. تمام. فانا كنت هاخد منه. فده الحلم الاولاني. قولي لي بقى، انت طالبه الطلاق وزوجك اوقات بيوافق واوقات بيرفض؟ بس ساعات تقول لي لو هتطلقي بشروط ومش بشروط وكده يعني. بس انا كنت تعبانه وعايزه اتطلق بصراحه، بس دعيت ربنا كتير ان اعمل ايه مش عارفه. بصي انا مش هكذب عليكي، انا مش شايفه ان هو هيطلقك بسهوله. طب مش ممكن يكون كويس يا دكتور؟ ممكن، بس هو هنا الاولاد، موضوع المساند اللي انت شفتيهم دول، وفي رمز بتاع الحيوان اللي هو رايح جاي قدامه ده، مش هقوله بالظبط تحديدا ايه، بس هو حد يعني سوري طبعا سيبك من تشبيه الحيوان ده ايه، ده بيكون حد من الاهل، يعني بمعنى اصح حد يخصك انت. تمام. موضوع كمان الخوخ، انت عايزه مانجا وهو الخوخ، فالخوخ دوت خدي بالك الخوخ حروفه من اولها زي اخرها، يعني بمعنى اصح ان هو يعني مش هيطلق بسهوله، الخوخ من اوله لاخره كده بتتنطق زيها زي بدايتها زي مؤخرتها. فمعنى كده ان الموضوع هيساومك فيه كتير جدا جدا جدا، وممكن يكون بسبب الاولاد. البنت اللي انت لقيتيها امنيه بس انت لقيتيها مكشوفه، فده بيعود عليكي انت، هي كانت مبتسمه بس مكشوفه، فمعنى كده انا شايفاها انك انت تصبري شويه على الموضوع ده، لان الموضوع بعد كده مش هيبقى مريح ليكي خالص خالص خالص. ممكن تتمنيتي الامر وهتنوليه، بس مش هيبقى يعني هيبقى بعد تعثر كتير جدا جدا، ولو نولتيه الموضوع هيبقى صعب. فربنا بيوريكي الرؤيه ان هو مش هيرضى يطلقك دلوقتي، ولو انت فعلا خلاص مشيتي في موضوع الانفصال الموضوع هيبقى متعب ليكي قوي قوي فوق ما تتخيلي بعد كده، والله اعلى واعلم. طب الرؤيه الثانيه يا اماني؟ الحلم الثاني، انا حلمت ان هو جاي، احنا عندنا عربيه في الحقيقه وحربيته عامله حادثه جامده جدا من الجنب في الواقع. لا ده في الحلم، احنا عندنا عربيه فعلا لونها سيلفر، لونها رمادي فاتح قوي. ايوه. جاي شايلها على عربيه ثانيه يعني، والعربيه جنبها كله متكسر خالص. انا بقول له ايه اللي حصل للعربيه ده؟ قال لي ما اعرفش انا عملت حادثه، بس هو واقف على رجليه بيكلمني. فبعد كده انا لقيت نفسي انا ركبت العربيه وهي معموله حتى، بس اللي ساقت ومشيت بالعربيه بنت كده تقريبا عندها 32 سنه بس شكلها حلو. هي اللي ساقت بيها العربيه ومشيت. تمام. فبعد كده انا لقيت نفسي رايحه فرح، الفرح ده فرح اخويا. دخلت قاعه كبيره، بس القاعه دي لقيتها مدرج، اللي هو سكشن مدرجات يعني. تمام. مدرج، وهو قاعد لوحده بس العروسه مش موجوده، وانا لابسه بنطلون اسود وزي بلوزر ماضي كده، بس شكلي مش يعني زعلان، شكلي زعلان، واخواتي الاثنين الشباب التانيين واقفين. تمام. والناس قاعده في المدرجات دي، فاخويا قاعد زعلان قوي، بس العروسه مش موجوده في القاعه، فهو بيقول لي بيتخانق مع اخواتي ان هم ما عزموش ناس يعملوا هيصه في الفرح. فانا بصيت كده لقيت نفسي لابسه مش حلو، بقول انا ليه واقفه لابسه كده؟ انا عايزه اروح، انا عايزه اروح البس الفستان الجديد بتاعي، انا شاريه فستان عشان خاطر احضر بيه الفرح. تمام. فستان شكله حلو، فبقول لنفسي انا هروح الحق بسرعه اجري عشان يعني البس الفستان ده. بس اخويا كان قاعد في الفرح زعلان جدا ومتضايق وبيتخانق مع اخواتي التانيين عشان الفرح ساكت ومش هايط. الفستان اللي في الرؤيه، انت قلتي الفستان ده بتاعك صح؟ لا انا شاريه فستان جديد عشان احضر بيه الفرح. ده في الواقع ولا في الرؤيه؟ لا في الرؤيه. في الرؤيه. يعني انا بس انا مش، بس هو فستان حلو بس انا مش لابسين.
بس انت يعني هو موجود عندك في الرؤية كأنه موجود عندك بس انت ما لبستيش. كأنه موجود بس انا ما لبستش. وكنت شارياه. تمام كملي. فبعد ما اتخانق مع اخواتي انا قلت اجري الحق البس الفستان وارجع والفرح شغال. الحق البس ما هو ماشي تمام. انا جريت قوي فانا فضلت اجري 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 فطلعت على زي مصطبة عالية كده ولفت على ايدي سلسلة فلقيت واحدة ست خطفت من ايدي السلسلة دي. فانا بعد ما مشيت خطوتين قلت ليه اسيبها لها السلسلة دي بتاعتي فرجعت تاني بسرعة وخطفتها منها ولبستها في ايدي تاني وجريت. تمام. وطلعت بقى عند بيت ماما بسرعه بسرعه عشان الحق البس الفستان لقيت اخويا اللي هو المفروض اللي هو العريس قاعد وحاطط عيش ورز وكفته وقاعد بياكل واخواتي الاثنين اللي كان بيتخانق معاهم قاعدين في الشقه. انا بقول لهم انتوا جيتوا ليه؟ مش انتوا سبتوا الفرح ده انا جايه البس. قالوا لي لا ما احنا فضينا الفرح ومشينا. طيب حاجه تانية امل؟ معلش الحلم الثالث انا حلمت بجوزي برضو. اتفضلي. حلمت ان انا ماشيه راكبه العربيه بتاعته هو وولادي الثلاثة قاعدين ورا وانا سايقة لوحدي. بس انا مش عارفة امشي يعني طول ما انا ماشية في الطريق العربيات هي اللي بتخبط لبعضها عشان يوصلوا لي سكة امشي لان انا ما بعرفش اسوق في الحقيقة. والعربيات تنط على بعضها والاتوبيس يخبط في الناس طول ما انا ماشية في الطريق بس انا ما جراليش حاجة. فانا برجع بضهري كان في واحدة ست واقفة ومعاها شاب وولدين انا خبطت ولد من الولدين دول وقع في الارض. فانا قمت نازله ركبت الناس دي في الكنبه ورا بتاعت العربيه ورجعت اجري جدا على جوزي خبطت عليه كان هو في شقه خبطت عليه وقلت له تعالى الحقني الحقني انا عملت حادثه وخبطت واحد. هو كان لابس فانله حمالات وبنطلون بيجامه. نزل من البيت يجري معايا بس كان لما نزل يجري كان بيجري على ايده ورجله زي الحيوانات كده كان بيجري بسرعه جدا. جوزك؟ جوزها. وبعدين يا امل؟ وهو بيجري قبله كلب قام خبطه جامد رجعهولي تاني جنبي واستخبى ورا عمود نور. وظهرت كلاب سودا بطريقه رهيبه وقفت قدامنا. كتير جدا. فهو فضل مستخبي وانا واقفه قدام الكلاب دول فبقول له مش هتجري خايف يطلع للكلاب دي هتاكله. فانا عندي قط كبير جدا هو لعبه موجود عندي في الحقيقه بدات اهش بيه الكلاب عشان ابعدهم عننا. وفعلا انا لما حذفتهم بالقط ده كنت ماسكاه من ديله وحذفت القط ده كده عليهم وانا لسه ماسكاه الكلاب كلها جت ناحيه الشمال وجوزي قدر يخرج من ورا العمود ويجري بسرعه جدا زي ما هو كده زي الحيوانات على ايده ورجله عشان يروح يلحق الحته اللي انا عملتها. تمام. قولي لي يا امل انت عايزه تسيبي جوزك ليه؟ باختصار. مشاكل باستمرار يعني انا في مشاكل كتير مع جوزي وكل يوم مشاكل وخناقات فتعبت. طيب لو قلنا لك ان الرؤى بتقول لك ارجعي تاني انا على فكره مش بجمل الموضوع علشان اقول بقى حرام ان انا اقول لك انفصال والكلام ده خدي بالك من حاجه الرموز بتاعه الرؤيه الاولى المدرجات اللي انت شفتيها دي اخوكي ومفيش عروسه وانت كنت لابسه مش كويس انا سالتك على الفستان بتاعك قلت لي كنت شارياه يعتبر شارياه جديد بس انا متاكده ان ده رمز لزوجك جيتي بعد كده اكدتي لي الرمز للسلسله بتاعتك اللي اتخطفت منك ما هي بتاعتك زي الفستان ما هو بتاعك اللي هو زوجك حاولي انت تستحملي على قد ما تقدري لان الكرب كبير جدا مش هيبقى سهل المدرجات اللي ظهرت دي معناها انت واخواتك مواضيعكم كده لا قدر الله ممكن اخوك يسيب عروسته فعلا وانت تسيبي جوزك فعلا وتقعوا كلكم في مشكله مش سهله خدي بالك من حاجه كمان اخوك في الرؤيه كان بياكل واخواتك قالوا لك فضناها وراحوا من البيت معنى كده كل واحد هينشغل في حياته وانت هتبقي لوحدك بالله عليكي حاولي انك انت تفكري كويس جدا الرؤيه الثانيه كمان الرؤيه الاولى لسه فيها موضوع الحادث انا ما بحبش الحوادث في الرؤى نهائي جيت انت بعد كده قلتي ان انت كنت سايقه العربيه بتاعت جوزك وكنت بتخبطي معنى كده ان احوالك كلها لا قدر الله بعد الانفصال الدنيا معاكي هتبقى صعبه 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 وانت قرارك من دماغك علشان انت كمان اللي سايقه باولادك الكلاب والحاجات دي كلها وجوزك ماشي زي ما انت ما قلتي كده بالطريقه اللي هو فيها دي طبعا الجزء ده لا يحمد مع ان الواحد ما يتشبه بحيوان في المنام بيكون حاجه كويسه له علشان تكونوا عارفين تكون فيها حاجه كويسه مواجهه صعاب يقدر يتحمل كل حاجه لكن هنا في كلاب سودا وفي الحاجات دي كلها انا محتاجين رقيه شرعيه اكيد هتعدل الدنيا دي وجوزك اهتمي بيه من ناحيه رقيه شرعيه حاولي انك انت التماثيل والاعذار انه ممكن يكون ماذي من حاجه فحاولي انك انت ترجعي بيتك تاني حصاني بيتك ارجعي لاولادك
لان المواضيع اللي جايه بجد صدقيني والله لو انا شايفه اي رمز مش كويس هقول لك، هصدقك القول، لكن هنا انا شايفه ان انت بعد كده هتقعي في مشاكل مش سهله. ربنا يا رب يهدي ما بينكم ويصلح حال زوجك انت بامر الله. والله اعلى واعلم. معايا فايزه. فايزه الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فايزه. لو سمحتي، انا عندي جدتي متوفيه ومرتين احلم بيها ان انا وهي رايحين، مش عارفه اكتر من مرتين لا، بس انا فاكره المرتين. احلم ان انا وهي رايحين الحج سوا. منهم اول مره حلمت ان احنا رايحين الحج وراكبين مركبه احنا الاثنين، وانا قاعده بسرح لها وعلى الضفه الثانيه كده من البحر اللي احنا فيه، وبتاع دوره واجيب لك دوره ستي مش عارفه، قالت لي اه هاتي لي، ومش فاكره بقيه الحلم. ورجعت حلمت برضه بيها تاني ان انا برضه وانا وهي رايحين الحج ده، ومعانا اختها، هي كبيره في السن بس لسه عايشه، وبنتي اللي هي لسه ما اتجوزتش كانت معانا في، بس ما بتتكلمش، بس احنا في الحلم ان احنا رايحين، يعني كل مره بحلم ان احنا رايحين، احنا في الطريق بس احنا ما وصلناش، بس احنا في رايحين الحج. تمام. وحلم تاني حلمت ان بحلم برضه بجدتي ووالدتي هما متوفيين، ان انا بطبخ معاهم بعمل معاهم اكل، يعني حلمت انا ووالدتي ان احنا بنعمل اكل مع بعض، ورجعت بعدها على طول بعد الحلم ده على طول. صحيت ونمت تاني حلمت ان انا بعمل اكل انا وجدتي مع بعض. وعندي بنتي حلمت مره ان هي ماشيه في مكان زي نادي كده ومن غير هدوم، يعني انا خلصت من غير هدوم، بس هي ماشيه مش مكسوفه. وواحده انا اعرفها حلمت لها، قالت لي انا حلمت بيها ان هي انا وهي بنتخانق على فستان انا عايزاها تاخده، وهي مش راضيه تاخده، وتقول لي يا ماما انا هجيب فستان انا حلو، انا هجيب لك انا فستان حلو. هي بنتك دي قد ايه؟ هي متخرجه، لسه متخرجه السنه. وعندي بنتي متجوزه، حلمت ان هي هي متدينه وبتصلي وبتقرا قران باستمرار. ربنا يحميها. حلمت الله يخليك، حلمت ان هي بتصلي بس لابسه فستان ابيض، هي شايفاه في الحلم ان هو فستان فرح. بتصلي بيه بس كل ما تيجي تسجد الفستان يضايقها مش عارفه تصلي منه، فقالت طب اصلي وانا قاعده. ففي واحده في الجامع شافتها قالت لها انت لو هتفضلي على اللبس اللي انت لابسه ده يبقى ما تصليش معانا احسن. فراحت قايمه واخده بعضها وماشيه. نزلت من الكلمه بتاعت الست دي وراحت قايمه ماشيه من الجامع. وبعدين من يومين حلمت ان هي قاعده بتقرا سوره البقره في الشقه عندها، اول ما مرحله قاعده بتقراها في الصالون، وبعد كده رجعت قاعده بتقراها مره ثانيه في السفره، بعدين يعني بتقراها على مراحل، وكل مرحله هي مكان في مكان في الشقه. تمام. جوزها عامل معاها ايه؟ لا الحمد لله اكيد. بصي بقى، الرؤيه اللي هي مش رؤيه سوري، اللي هي لابسه الابيض، واحده كلمتها بالشكل ده، دي تلاعب بيها من الشيطان. تمام. هي واحده ما شاء الله عليها بتقرا قران كتير، واحده ملتزمه، سوره البقره ما حد يقراها في الرؤى معنى كده ان هو لن يضره اي ضرر، لا حسد ولا سحر ولا اي حاجه. خالص خالص، وتلتزم بيها. الرؤيه الحلم اللي قبل كده ممكن، اي نعم الشيطان يتلاعب بينا في الرؤى وانا متدينه او قريبه من ربنا، اه طبعا ده اكيد، ده انت اكتر واحد معرض للتلاعب بيك من الشيطان علشان يرجعك، ما انت مش واحد ضعيف ان الشيطان يتلاعب بيك، هو الضعيف ضعيف خلاص، لكن هو بيتلاعب بالاشخاص اللي هم بيكونوا قريبين من ربنا. عندك المنام بتاع بنتك اللي هي من غير ملابس دي، انا عايزاها يا ريتها تاخد ذره من اختها في تقربها من ربنا، وخصوصا كمان تغير طباعها شويه، يعني هي انا ما بحبش ابدا واحد ما يكون عريان ويستحي في المنام، افضل اما يجي مش همه ان هو يمشي عاري كده ومش همه اي حاجه، فهي كده اختياراتها كلها بتكون مش تمام. ربنا يا رب يقدر لها الخير حيث كان. جدتك لما تكون معاكي في الحج طبعا نحتسبها بامر الله تعالى، تكون في مكانه طيبه عند الله سبحانه وتعالى، وانت اي امر هتجتهدي فيه بامر الله بامر الله ربنا هيجبر بخاطرك فيه جدا 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 ان شاء الله رب العالمين. والله اعلى واعلم. والله اعلم. طيب اخذ ام احمد. ام احمد الو. الو ام احمد. ام محمد. ام محمد اتفضلي، انت معانا على الهواء. السلام عليكم. ازيك؟ وعليكم السلام. اتفضلي. انا حلمت ان انا يعني كنت ان انا يعني احنا رايحين عمره، انا واحده اعرفها يعني موجودين في المسجد، ففي واحد طالع من السور كده فبيقول ايه صلوا بقى، فانا مش عارفه بالظبط هل هو صلاه المغرب ولا ايه، مش عارفه.
مش متاكده ان هو نفس توقيت المغرب ولا لا. المهم ان احنا صلينا. بعد كده لما جينا نمشي فاختي معايا في الحلم، ففي حد بيقدم صينيه فيها اربع كوبايات مش ماشي، بس دوده اربع كوبايات مش. فالمش ده ميت، في دود ميت. بس فانا بقول لها ايه، استني كده لما انا اخد كوبايه احطها على المش اللي عندي. فلما شفت كوبايه المش فيها دود ميت رحت قلت لها لا 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 ده وحش، بس سايباه. ولادك كام يا ام محمد؟ اعمار ولادك يا ام محمد؟ لا عددهم اربعه. متاكده الاربعه دول؟ كملي اللي هم اربعه كوبايات. الاربعه المش، كملي يا ام محمد. بس كده، هو ده كده حلم. ولادك قد ايه دلوقتي؟ اثنين في سن الجواز واثنين صغيرين. علاقتهم بقى في الصلاه وكده، صح يا دكتور؟ عاملين ايه في العلاقه الدينيه؟ صلاة، القرآن، الصيام؟ اثنين كويسين جدا ما شاء الله في الصلاة وفي البنتين، يعني الولدين لا. الولدين بيقطعوا، مش كويسين يعني، مش عاجبني اصلا يعني. انما البنتين ما شاء الله عليهم. ربنا يحفظهم لك يا رب. بصي يا ام محمد، اولا انا سالتك على عدد اولادك لاني لقيتهم هم اللي في الصينيه الاربع كوبايات اللي انت بتقولي عليهم المش. طيب انت بتقولي بناتك كويسين وعندك ولدين بيقطعوا. اللي هقدر اقوله لك، حاولي انك انت تخليهم يقربوا قوي قوي من بعض، وبعدين علميهم ازاي يوصلوا صله الارحام بالام والاب. بمعنى ان اما يتجوزهم انا شايفه ان حياتهم هتنشغل قوي قوي عنكم. يا ريتهم يكونوا سامعيني. الدود اللي ميت دي بتبقى ذريه، بس يعني ايه، هي كانت تفضل على فكره ان هو يكون صاحي. يعني اوقات كتيره جدا جدا بيبان في الرؤى الدود حاجه سيئه، لكن يا ريتهم يكونوا سامعيني. خدوا بالكم من حاجه، ان الرؤيه دي بتبين انتوا دلوقتي مطيعين قوي لماما، مطيعين كويسين دلوقتي، بعد كده في نفوس ممكن تغير، لان في سفينه او مركب كنتوا راكبينها، فدي مجرى الحياه اللي ممكن يؤدي بعد كده للفتور التام ما بينكم وما بين الام او الاب. فيا ريت تاخدوا الرؤيه دي يا جماعه بالله عليكم، الا صلاه الارحام، الا الام، الا الاب، علشان بعد كده ما يقعدلناش المواضيع دي بعد كده. فهي الرؤيه تنبيهيه لاولادك ولحضرتك انت كمان، انك انت ترشديهم للجزئيه دي على قد ما انت مثلا ممكن تكون كنت موصله لوالدتك ازاي. عرفيهم ان الموضوع ده من دلوقتي قبل ما يتجوزهم، قبل ما يتسرعوا بزواجات ممكن تكون مش حلوه، فمن النوع اللي هم ممكن يقطعوا صله الارحام لا قدر الله. يعني الدود هنا يا دكتور رمزه هنا ولا ايه؟ دي كانت ذريه وهتوصل الود ما بناتهم، لكن هنا ما يكونوا ميتين معنى كده ان هم يعني هيكون بعد كده في ذريه، بس ما فيش لكن في فطور في العلاقه. فطور مش سهل. فربنا يا رب يهدهم لك، ويا رب تنعكس الرؤيه دي ويبقوا لصالحك جميعا يا رب. ربنا يهدهم لك والله اعلى واعلم. مين معايا تاني؟ الو، ام ندى. الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. وعليكم السلام. سمحتي دكتوره، كنت عايزه اسال حضرتك، انا حلمت كذا حلم يعني، وحاسه ان هو بشره كويسه ان شاء الله، بس قلت يعني بحب اسمع حضرتك ومتبشرين يعني. ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله، اتفضلي. حلمت حلم جعله خير. اول حلم ان انا دخلت بيت اسود، بس كان الناس قالت لي انت ازاي تخشي بيت اسود كده يعني مش خايفه. لقيت معايا عصايه، رحت عشان يعني براودهم، رحت عامله مشوطتهم كده بالعصايه، راح كلهم راكعين ايه تحت رجلي. تمام. ما حدش فيهم اذاني ولا حاجه ولا جا جنبي. بحلم برموز يعني. ومره حلمت بمفروض ميه كبيره في الارض انفجرت، طالعه منها ميه كتير قوي غرقت الدنيا. انت عامله ورد من القران يا منى؟ نعم. عامله ورد معين من القران الكريم؟ كل يوم بصلي الفجر وبقرا ادعيه لحد ما يطلع الشروق يعني. ما شاء الله عليكي، واضحه. كملي. وبعدين بعد كده بمره حلمت ان انا اتجوزت السيسي، قاسي السيسي. تمام. ومره حلمت ان انا في شقتي الجديده وبفتح لقيت واحد ابن عمي اسمه احمد. فداخل معاه عياله بس طوال لحد السقف. مين ده؟ جدا. مين ابن عمي اسمه احمد. ابن عمك؟ اسمه احمد. ولاده جايين طوال؟ فبجاي ومع بزور يعني شقتي الجديده ومع اولاده، بس طوال جدا جدا جدا، كتير جدا. فانا قلت لهم ايه كل ده، ايه كل الناس مش هتكفي دي الشقه كده تنفع على اخرها، يعني انتوا طوال قوي. فدخلوا الشقه، مالوا الشقه على اخرها، ما فيش منها يعني ولا سنتي فاضي.
الشقه كلها مليانه على كده ايه اللي هم عيال طوال جدا. بصي هي الرؤيه دي لا تحمد بس مش ليكي. اه خلاص يا هتستعيذي منها اللي هي بتاعت الناس الطويله دي بتاعت الاولاد الطوال دول. اه اه كملي. بس ومره حالتي برضو ان انا صبحني عند والدتي فقالت لي كان النور رايح فقالت لي ايه ما فيش غير المنبه اللي عرفت نورنا النور. فانا جيت بقى بعتوني جابوني يعني فقلت انا مش عارفه انور النور انا من فتحت كبس النور كان معايا عصايه كده فانا فرحت مولعه النور ما شاء الله لقيت نفسي في شقه ثانيه كبيره وفيها نجف كبير جدا 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 وكله اتنور. والشقه كلها نورت. متوقعه كده. شفتي بقى؟ ايوه شفتي من فين غير انت اللي اكيد نورنا النور ازاي؟ اكيد. ربنا يحميك يا منى ده كملي. الله يخليك. وحالات كثيره بقى حالات مثلا مره ان انا باكل رز وكبده مره ان انا باكل مانجا وفراوله احيانا كتير كده بحس ان هي خير يعني. اكيد اكيد ما شاء الله عليكي. بس قلت يعني بحب انا حضرتك استبشر بحضرتك يعني. بصي هو اولا انك انت بترودي الاسود وكان معاكي في رؤيه ثانيه انت قدت النور ومعاكي عصايه انا شايفه انك انت قريبه جدا جدا من ربنا. عايزاكي دايما تلتزمي بالورد اللي انت بتقوليه. الورد مش دايما بيكون قران بيكون ادعيه كمان يعني بيكونوا الاثنين. وبعدين انت كمان ملتزمه بصلاه الفجر اللي دايما احنا بنقولها على صلاه الفجر وقيام الليل. فالتزمي بيهم. لو اكبر عليك انك انت بتروحي مكان وقدت النور فمعنى كده انك انت دخلتك بتكون كويسه على اي حد وفي نفس الوقت بتبقى قراراتك صائبه قراراتك صائبه واي حد ياخد رايك في حاجه صدقيني هيستفاد منك والله اعلى واعلم. زواجك من الرئيس دايما بتبقى علو شان للراي. زواج من اي حد في مكانه طيبه بيكون علو شان ليكي باذن الله ولزوجك وبيكون رزق وخير جاي لك بامر الله تعالى والله اعلى واعلم. اكل بقى الرز بالكبده والحاجات دي كلها دي تيسير امر لابنائك باذن الله والله اعلم. مين معايا تاني؟ معايا ام محمود. ام محمود الو. الو ام محمود. ايوه السلام عليكم. ام محمود لو سمحتي ممكن توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من التليفون وبعد كده باسماع التلفزيون اتفضلي. ايوه اوكي اوكي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي. لو سمحتي اكلم بس الدكتوره. دكتور مليكه معاك. معاك يا ام محمود. عليكم السلام ورحمه الله. يا دكتور انا من ضمن الناس اللي بيشوفوا الاحلام بتتحقق. الله. وانا يعني مش ملتزمه حتى في الصلاه كتير يعني. بس انا عمري ما اذيت حد الحمد لله. انا دايما بشوف حلم كان بيراودني يعني لمده 30 سنه. بشوف نفسي لابسه كله وماشيه حافيه. زواج. ده واحد. شفت بقى انا وبنتي لو ان بنتي الكبيره بتتجوز هي متجوزه ومعها بنت اسمها ملك. انا زوجك فين؟ زوجك فين حاليا؟ انا زوجي متوفي. خلاص عشان كده ده بنتي بتتجوز انا لابسه فستان ابيض وطرحه بيضة بس مش انا العروسه. لو ان بنتي وبنتي لابسه فستان ابيض برضو طويل وطرحه بيضة بنتها واقفه قال زعلانه والناس حوالينا لو اني انا في فيلا نازله السلالم قال بس ما فيش ولا زراغيث ولا طبل ولا اي حاجه الدنيا هس ساكته قال انا بقول لها بس ده هو العريس وصل انت زعلانه ليه؟ كملي وبعدين؟ وبنتها ملك بقول لها ملك انت زعلانه ليه؟ وصحيت على كده مش عارفه ايه اللي حصل. العريس شفتيه؟ لا ما شفتوش. طيب انت وبنتك كنتوا لابسين زي بعض؟ انا لابسه فستان ابيض وطرحه بيضه وبنتي لابسه فستان ابيض. وقتي هتستعيذي منها يا ام محمود. هتستعيذي على طول يا ام محمود. ولو زوجها ركزي معايا ام محمود لو سمحتي. لو زوجها رايح في اي طريق كده او كده خليه يخرج صدقه قبل ما يتجه لاي طريق ويستخير ربنا. ولو سمحتي في حلم تاني. اتفضل حضرتك سمعتيني الاول؟ ام محمود سمعتي اللي الدكتوره قالته لك؟ طب اتفضل. جوزها يطلع صدقه؟ يطلع صدقه واي اتجاه يروح ولازم يستخير ربنا. ونعم بالله. اتفضل. بالنسبه انا واقفه في الريسبشن انا وبنتي وبعدين جوزي متوفي
لقيته بيفتح باب الشقه ومعاه الموبايل بتاعه وجاي سن 35 سنه ولابس حلو قوي. فاحنا اتخضينا انا وهي، قلت له ايه ده انت خضتنا، جايب معاه ورده بلدي. قال لي ده انا جاي وجايب لك ورد. وبعدين ام محمود كملي. بس ده اللي حصل. مين اللي خد الورده؟ هو بيحملي انا وبنتي. ايه اديها لكم؟ انا وبنتي. اه هو جاي جايب لي ورده. حد خدها من ايده؟ لا. طب قولي لي زوج بنتك عنده كام سنه؟ 35 كده او ثلاثينات؟ اه اكتر. كام؟ يعني عنده 40. 40 سنه. اه. تمام. بس كده؟ اه ده اللي حصل. هي ورده واحده اللي اداها لكم؟ اه هي جايب معاه ورده واحده بس، ورده حمراء كبيره كده. وقال لي انتوا اتخضيتوا ليه؟ ده انا جايب لك ورد. طيب. طيب بصي بقى، الرؤى بتاعتنا انا قلت لك من شويه ايه، ان زوج بنتك عليه بالصدقه وحضرتك انت كمان وبنتك، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا ممكن يمر علينا عام على الرؤى. مش معنى كده ان انا دلوقتي خلاص انا سمعت المنام ان انا هتصدق وان انا هستخير ربنا في اموري شهر اتنين تلاته، لا انا عايزه الموضوع ده كمان يتمد معانا باستمرار، لان الرؤيه وضحت لي توقيتاتها اتجهت فين بالظبط، فعايزين الموضوع ده يبقى على طول يا ام محمود. يعني اي حاجه ماشي فيها، انت سمعتي الرؤيه النهارده اهوت، لو بعد سنه خليه برضو يتصدق، ما تقوليش مثلا لا ده ما حصلش حاجه في الفتره دي، لا خلينا نتصدق باستمرار مدى الحياه. ربنا يا رب يكتب لكم الخير دايما ويبعد عنكم اي هموم يا رب بحق لا اله الا الله، والله اعلى واعلم. امين. معايا ام محمد. ام محمد الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي ورحمه الله وبركاته. حضرتك بس انا كنت حلمانه ان انا على ايدي بالنهار كده تعبان لف على دراعي جامد وفضل على دراعي فتره كبيره وانا زي بالنهار عند والدتي في الشقه، وفجاه لساني اتلبك مره واحده وبقيت انده على اخواتي هم نايمين في اوضه ثانيه، وبعد ما يعني مش عارفه صوتي مش عايز يطلع نهائي، ومره واحده راح التعبان دوت راح خد ايدي واترمى على الارض وتحول لسمكه، وببص في ايدي بعديها لقيت دراعي دوت كله بقع حمرا 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 وبيضه كده. بقاله قد ايه المنام ده يا ام محمد؟ بقالي من قبل العيد ب 20 يوم كده. ده لسه قريب. في ظروف ماديه مريتي بيها؟ ظروف ايه؟ ماديه. ده واحد تاني. ايوه في مشكله عند والدتي وانا بحاول اساعدها واسد ديونها وكده، بس اتخنقت منها زياده عن اللزوم، ومعايا ابني الكبير يعني عاطيني اكتر من اللازم ومش عارفه اتملك عليه ولا عارفه اسيطر عليه نهائي، وانا مش عارفه اقرب من ربنا اكتر من الاستغفار والدعاء، بس حتى الصلاه الشيطان بعدني عنه. ربنا يحميكي يا رب. ايوه عليكي بالدعاء وبالاستغفار، ربنا يهدهولك يا رب. طب وصل. طب بس اهدي اهدي. انت عامله ايه مع والدتك؟ والله انت اللي بتساعديها؟ ايه؟ احنا خمس اولاد بس انا يعني انا الوحيده اللي فيها، اللي انا يعتبر اللي انا يعني معايا فلوس شويه او انا اللي اقدر اساعدها بديونها وكده، لان هي كان معايا اخ محبوس واخت مريضه، فكانت بتعمل قروض وبتسد وتحط وتجيب وتحط وتجيب، وانا عايزه اطلعها من اللي هي فيها علشان لا قدر الله لو ماتت ما يبقاش عليها دين، وانا كنت شغاله مدرسه في حضانه. فلغايه دلوقتي انا عماله اسد لها، بس هي برضو مش يعني ما تزعليش مني في الكلام، هي مش معترفه باللي انا بعمله. مش مشكله يا ام محمد، مش مشكله تعترف، المهم ربنا. المهم ربنا. خدي بالك من حاجه، انا انبسطت قوي من الرؤيه ان التعبان فك من ايدك وبعدين ظهرت بقع حمراء، ده حاجه كويسه. ده خير هيعود عليكي عظيم جدا 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 فوق ما تتخيلي. ما تتخيل. سمكه وسمكه. فضلت انادي على اخواتي وام صحي قلت لهم بصوا وانتم مش سامعيني، وبعدين نطت السمكه نطت في الشارع من ثاني دور، يعني اتحولت على الارض اترمت من المكان اللي انا واقفه فيه وبقت في الشارع، وريتها لهم. تمام. كل ده في الحلم. طب انت بتعيطي ليه؟ زعلانه ليه دلوقتي؟ انت بتعملي خير. زعلانه. انت بتعملي خير يا حبيبتي. خليكي استمري على الخير اللي انت بتعمليه، شوفي عظمه ربنا وقدرته هتبقى عامله ازاي معاكي. الرؤيه طيبه جدا 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 وبتبشرك، وقريب قوي 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 باذن الله رب العالمين ربنا هيفرح قلبك، وفي رزق جاي لك كمان.
في خير جاي لك، ومش هتتخيلي عامل ازاي. لو انت اديتي 100 هيجي لك 200، يعني انا شايفه بالاكتر وبالاضعاف. فربنا يا رب يكتب لك الخير ويهدي لك ابنك بحق لا اله الا الله. خلي عمار ما بينك وما بين ربنا، ومش مشكله العبد خالص، حتى لو كان الام ولا الاب، المهم ان انت تعملي لهم الخير. وصلي صلاه الارحام على قد ما تقدري، وسيبي بقى جزائك اللي كله خير من عند ربنا باذن الله هيعود عليك. والله اعلم. مين معايا؟ عزه. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عزه؟ اتفضلي. ديما، وحشاني ان انا اتواصل معاكم تاني. مدام عزه من دمياط، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، منورانا، اتفضلي. ده نورك يا حبيبتي، ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. بالصحه والسلامه يا رب. دكتوره مليكه، وحشنا اتواصل معاكي تاني على ربنا يخليكي. دايما كده زيك يا رب، جمال وعلم على علمك. الله يا رب. احنا وانت ربنا يكرمك يا مدام عزه يا رب. سريعا عشان ما اخدش من وقتكم كتير. اتفضل. بعد صلاه الفجر امبارح حلمت بابني احمد واقف جنبي، فار شبهه، فار كبير شويه كده شبهه جملي، راح استخبى ورا الثلاجه. فار؟ فار لونه جملي، اللون البيج الغامق. تمام تمام. فبعدين هو عجيب الحلم ده. وبعدين في حفره كده في الحيطه دخل فيها، جه من ورا الثلاجه دخل فيها احمد ابني اللي كان واقف جنبي في الرؤيه دي. وبعدين لقيت انا بكل قوه ايديا نايمه بشد فار، نفس مش عارفه هو نفس الفار، بشد من بقي الفار ده، بشد من بقي بعزم ايديا بقوة ايديا كده، بشد من بقي وطلعته، شكله كان ميت وفيه مخاط كده من بعده. فمش عارفة هو ده قلقني جدا. ده كان امبارح بعد صلاة الفجر. في واحدة ما بتكلمهاش. ايوة. زوجك بقى. ايوة. هي بتحاول تتقرب منه. مش عارفه هي، انا مش فاهماها، مش عارفه هي عايزه ايه. مش فاهماها. قريبه ليا. ما هي معاكي في البيت. ايوه معاكي. وتخص احمد ابنك. طيب خليت الرؤيه هي، انا شايفه ان هي هتتقرب من زوجك، والموضوع هيضايقك جدا جدا جدا. لكن انت بتقولي خرجتي الفار ميت. ايوه خرجته ميت من بقي. هتنكسر تماما، والموضوع هيرجع ان انتوا هتبقوا كويسين مع بعض. بس هي هتعزم انها وتتوكل انها تقرب للزوج. ايوه لزوجه انا. ايوه يعني دي مرات محمد الكبير. هي كان احمد اللي كان صغير خلاص. معايا. طيب تمام. هي انا افتكرتها انها تخص احمد، لانها هو اللي جاي في الرؤيه يبقى هو اخوه، لاني انا شايفه انها زوجه. فانا شايفه انها هتتقرب لحماها اكتر، او هتحاول انها تكسب وده. بعد كده انت هتكتشفي الموضوع ده على فكره، لانها جت استخبت ورا الثلاجه ودخلت الحفره، فمعنى كده انت هتكتشفي الموضوع ده، وهتحاولي انك انت تتغلبي عليها وهتقدري فعلا. وموت الفار معناه ان الواحد لو فيه طبع سيء، طبعا الفار بيدل على واحده بتكون يعني فيها طبع سيء شويه، الطبع السيء ده هينتهي تماما، وان شاء الله ربنا يصلح ما بينكم بحق لا اله الا الله. طيب الله اعلم. طب احنا كده وقتنا خلص للاسف. دكتور مليكه بشكر حضرتك على كل التفسيرات الجميله، وما لحقتش اكمل برضو اسئلتي زي كل حلقه، مستنيك الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله يا دينا اشوفك على خير، وان شاء الله نشوفكم على خير. اعزائي المشاهدين، وبكده انا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. يا رب تكون دايما احلامنا كلها خير، ويبعد عننا احلام الشر كلها. واستنوني الاسبوع الجاي ان شاء الله، واتمنى لكم احلام سعيده.